بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم لك الحمد، أنت الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تغنيه طاعة الطائعين ولا يحتاج لأحد من المخلوقين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، خير من صلى وصام وقام إيمانًا واحتسابًا لوجه الله، وخير من وصل الأرحام إيمانًا واحتسابًا لوجه الله، وخير من أحيا ليلة القدر إيماناً واحتساباً لوجه الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على من سبَّح الحصى في كفَّيه، وصلِّ وسلِّم وبارِك على من نبع الماء من بين أصابع يديه، وصلِّ وسلِّم وبارِك على من بكى الجزع حنيناً وشوقاً إليه، وصلِّ وسلِّم وبارِك على من فتحت السماء أبوابها ترحيبًا بوطأة قدميه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ في الملأ الأعلى وفي أعلى عليين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان،
سُعِلَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها وعن سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أما تقرأ القرآن؟ قال: أجل. قالت: هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن. كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا إذا نطق، وقرآنا إذا سكت، وقرآنا إذا باع، وقرآنا إذا اشترى، وقرآنا إذا تعامل مع الصغار، وقرآنا إذا تعامل مع الكبار، وقرآنا إذا تعامل مع النساء، وقرآنا إذا تعامل مع من هم على غير ملة الإسلام. ولا عجب، فإذا كان الله تعالى قد زكى خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فإن القرآن قد وصفه الذي أنزله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فكما وصف خلق النبي بأنه هو القرآن، فالقرآن عظيم جليل القدر رفيع المنزلة، لا يجامل أحدا في معصية، ولا يتحامل على أحد لبغض أو لاختلاف في الدين أو العقيدة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن الإسلام دين الأخلاق، والأخلاق هي أثقل شيء في ميزان المؤمن إذا حسنت، فإنها في ميزان المؤمن يوم القيامة لا يعدلها شيء. فلقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في ميزان المرء، فقال: حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. صاحب، أي صاحب الأقوال الفاحشة، الأقوال البذيئة، الأقوال المنفرة. ولقد زكى رب العزة سبحانه وتعالى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم عندما قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن أنهم اجتمعوا حول النبي بحسن خلق النبي، بلين جانب النبي، بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي أن الأنبياء السابقين جاءوا بدعوة كريمة رفيعة أهدافها السامية تتمثل في حسن الخلق، فإن الله تعالى قد خاطب نبيه إبراهيم في الحديث القدسي بقوله: يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار. وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه لأظله بظل عرشي، ولأدنيه من جواري، ولأسقينه من حظيرة قدسي. هذه دعوة إلهية كريمة لنبي كريم من رب كريم إلى حسن الخلق، حتى ولو مع من هم على غير ملة الإسلام. أي ليس المطلوب من المؤمن
أن يحسن خلقه مع المؤمنين ويكون غليظا شديدا مع غير المؤمنين، ولا يكون حسنا لينا كريما مع أهله وفظا غليظا مع غيرهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عميد مدرسة الأخلاق العليا، ضرب أروع الأمثلة في تعامله مع أهل بيته وفي تعامله مع خدمه صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع جيرانه صلى الله عليه وسلم. فكان كريم صلى الله عليه وسلم كان كريما في أخلاقه مع نسائه. فعندما سئلت زوجه رضي الله عنها ماذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، كان يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويداعب صغاره، فإذا حضرت الصلاة خرج وكأننا لا نعرفه. حسن خلق مع أهل بيته ونسائه وأعلى درجات التواضع مع في تعامله مع أطفاله وأحفاده صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء موعد حق الله وهي الصلاة خرج ليؤدي حق الله وكأنه لا يعرف أهله. ويقول خادمه أنس ابن مالك رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء عملته لما عملته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق حتى مع الخادم، ليس متعاليا ولا متكبرا ولا شديدا جافيا، وتعامل مع الأعراب الجفاة الغلاظ قساة القلوب باللين والرحمة، وتعامل مع المنافقين بالصبر عليهم والحلم على رذالة أخلاقهم وسواد قلوبهم. فقد كانوا يجلسون في مجلس رسول الله وينصتون إلى الحديث ويستمعون، وإذا خرجوا من عند النبي قالوا ساخرين ماذا قال آنفا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. وقد كشف الله للنبي عن سوء طوية هؤلاء المنافقين وأخبره بهم واحدا تلو الآخر، ولم يشأ خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف لهؤلاء سريرة ولا يفضح لهم سوية. ولقد صبر على أذى اليهود وتحمل من قباحتهم ورذالتهم ما لم يتحمله أنبياؤهم، وهذا يدل على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بكثير من مالها إلا أنها تؤذي جيرانها،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار، هي في النار. ثم قيل: يا رسول الله، إن فلانة لا تصوم كثيرا ولا تصلي إلا ما كتب عليها، وتتصدق بالأثور أي بالأقط، وهو اللبن منزوع الدسم لفقرها وقلة حالها، غير أنها تحسن إلى جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة. إذن العبرة ليست بكثرة الصيام وكثرة القيام وكثرة الصلاة ومع ذلك سوء الخلق، بذاءة اللسان، فإن الله يكره الفاحش البذيء، وإن العبرة تكون عند الله سبحانه وتعالى بما يخرج من لسان المرء وبما يتعامل به مع خلق الله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يغفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى كلمة زعيم أي ضامن، أضمن لمن يترك الجدل والمراء والقيل والقال. وليست الغيرة على الإسلام بكثرة الجدل، وليست الغيرة على الإسلام بتسفيه أعمال الآخرين، فإن المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال لأتباعه: لا تنظروا لأعمال الناس على أنكم أرباب وهم عبيد، ولكن انظروا لأعمالكم. يعني لا تنظر إلى عملك أنك أحسن الناس وأكثر الناس غيرة على الإسلام وأكثر الناس حرصا على كذا وكذا، ولكن انظر لعملك الذي يشفع لك عند الله، وانظر لحسن خلقك. فإن النبي عندما يقول أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، الجدال، القيل والقال، وزعيم ببيت في وسط الجنة، وهذا وعد من الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة، أعلى درجات الجنة، وكأنه يشير إلى الفردوس الأعلى. لمن؟ لمن حسن خلقه. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى علاج ناجع شديد لفاسد أخلاقنا ورذيل أعمالنا. نريد من البائع أن يكون خلقه سمحا كريما، كما قال النبي: رحم الله عبدا سمحا سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. نريد من المشتري أن يكون أعلى خلقا من البائع وأكثر سماحة منه. وعندما ترى أن البائع يغش ولا يقبل منك النصيحة،
فقل له سأوفى حقي يوم القيامة. غش كما تشاء، طفف في الكيل والوزن كما تشاء، فإننا لنا ميزان للحسنات والسيئات، وسوف نعرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرض الأعمال وتعرض الأخلاق. نريد من الطبيب أن يكون حسن الخلق مع المريض، وأقولها صريحة، لماذا يتعالى الطبيب على مريضه؟ إذا كنت قد قبلت الفيزيتا وأجرة عملك لتكشف على هذا المريض ولو كان هذا المريض عامل نظافة، فصرت أيها الطبيب أجيرا عند هذا المريض، فعليك أن تتعامل معاملة الأجير عند مؤجره. ما دام عامل النظافة يدفع أجرة الكشف، فعليك أن تعامله بما دفع لك، ترفق به، كن حليما عليه، كن حسن الخلق معه، لأنه دخل إليك بحر ماله يريد منك نصيحة طبية أمينة، فلا تبتذل معه في الأخلاق، ولا تكن فظا ولا غليظا. أريد من المعلم عندما يتقاضى أجرة الدرس الخصوصي من التلميذ أن يتواضع مع التلميذ ولا يترفع عليه، فأنت أجير عنده مهما أوتيت من العلم، وإلا فأعطيه الدرس الخصوصي من غير أن تتناول أجر. نريد ثورة أخلاقية على الرشوة، على الفساد، على الغش، على الكسل، على الخمول، على الفوضى. نريد ثورة أخلاقية لتتغير حالنا إلى أحسن الأحوال، ولنصير في مقدمة الأمم. ويا للعجب، في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر قراءة القرآن، ترى من يتفننون لفساد الأخلاق في هذا الشهر، يؤلفون المسلسلات المحكمة ويخرجونها إخراجا جيدا. لماذا؟ هل أنتم عون لنا على الطاعة والعبادة؟ أم أنتم ضد لنا؟ أنتم تحاربوننا في الطاعة والعبادة؟ كلنا مسلم سني في بلد مسلم سني، ولم نكن بحاجة إلى مخرج شيعي يأتي في بلد سني ليقدم مسلسلا مبتذلا تحت عنوان زين المحارم، يدعو فيه إلى الفوضى والانحلال وخراب البيوت من الداخل وتقطيع أواصل الرحم. أقول له: أيها المخرج، هل كان أولى بك بلدا شيعيا لتنشر فيه هذا الخلق؟ هل كان بك أو هل كان أولى بك بلدا على شاكلتك؟ فنحن بلد إسلامي سني، ونحن نحب آل البيت ونحترم آل البيت ولا نجرؤ أن نتطاول على آل البيت، لكننا نحبهم الحب المعتدل وليس الحب المبتذل. لا نعبد قبورهم ولا نطوف بأضرحتهم ولا نقدس حجارة، فنحن لا نعبد إلا رب العالمين. أقولها صريحة أبتغي بها وجه الله، ومن فضل الله علينا أن ضيق لنا المسافة بين صلاة التراويح وصلاة الفجر حتى نستغل الوقت الضيق إما في الراحة وإما في قراءة القرآن، لأن الله يريد لنا الخير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها الأحبة، نريد أن نرجع إلى أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتخلق بأخلاق صحابة الحبيب محمد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الأعرابي وقد
أسلف عندما دخل عليه اليهودي وقد أسلفه دينا، وجاء قبل موعد السداد بثلاثة أيام، ثم دخل على رسول الله وهو في مجلس قومه وقال: يا محمد، ألا تقضني ديني الذي عندك؟ فإني عهدتكم يا آل عبد المطلب قوم مطل. فقام سيدنا عمر وأراد أن ينهر الرجل ويوبخه، فنهاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير هذا مني، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، قم واقضه دينه وزده جزاء ما روعته. حسن خلق، يأتي أعرابي ويجهل على أبي بكر وهو في جيرة رسول الله يجلس إلى جواره ويتسفه عليه، مرة ويسكت أبو بكر، ثانية ويسكت أبو بكر، وفي الثالثة تغيظ أبو بكر رضي الله عنه فرد على الرجل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفا، فتبعه أبو بكر غيرة وحبا وحرصا على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، هل خرج مني ما أغضبك؟ فقال له: يا أبا بكر، عندما كنت ساكتا كان هناك من يرد عنك من الملأ الأعلى ومن الملائكة، وعندما رددت انصرفوا، فما كنت لأجلس في مجلس لا تحضره الملائكة. أخلاق عملية، ليست أخلاق بالقول، ليس أن يقول له حسن خلق، هو بدأ بنفسه في القصة الأولى طبق على نفسه ونهى عمر، وفي القصة الثانية انصرف ليعلمهم الأخلاق العملية وليست الأخلاق القولية. فما أكثر الخطباء فينا، فكلنا خطيب وكلنا بارع، المذيع خطيب والصحفي خطيب والبائع خطيب، وكلنا بليغ ومتحدث، ولكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ أين السلوك الذي نراه على أرض الواقع؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على عباده الطيبين الطاهرين الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي العربي الأمين وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، جاءت العبادات في الإسلام مرتبطة بالأخلاق، فإذا كانت الصلاة فريضة الله على خلق الله فإن الله أوجبها لتنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. هذه الصلاة. وأما في الزكاة فلقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كأن الله يقول: الحكمة من الزكاة هي الطهارة،
طهارة النفس من الشح والبخل، وطهارة المال من الغش والربا، وطهارة نفس الفقير من الحسد والغل. كأن الزكاة تطهر النفس وتزكيها، أي تزيدها من الله قربا وتزكية. وقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما في الصوم فريضة الله عند خلق الله، قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الحج فريضة الله على أهل الاستطاعة من خلق الله، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن معنى ذلك أن العبادات جاءت لتهذب الأخلاق، لترتقي بها، لتسمو بها في أعلى درجاتها. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا وتيسر أرزاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم خلقنا بأخلاق النبيين، خلقنا بأخلاق الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام وزكاة رمضان وقراءة القرآن وصلة الأرحام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.